بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح برنامج الساب 2000. في الحلقة دي ان شاء الله هنتعلم ازاي ندخل فلات سلاب على برنامج الساب، ونطلع العزوم ونسلح البلاطة، ونشوف هتحتاج تسليح اضافي شبكة سفلية او علوية قد ايه. عندي سقف في مجموعة من المنحنيات في البلكونات اللي تحت ديت، وفي فوق برضو هنا ارك زاويته 90 درجة، وفي هنا ارك زاويته 90 درجة في البلاطة. عايزين نتعلم ازاي نرسم الحاجات ديت على برنامج الساب. عندي هنا المعطيات الجيفن للسقف ده، ارتفاع الدور 3 متر، الوول سيكنس 12 سنتي، التي سلاب 20 سنتي اللي في دايرة ديت، واللايف لود اللي هنا 0.4 طن على المتر المربع. وبيقول لي الفلور كفرنج ب15 من 100 طن على المتر المربع. الاكويفلنت وول لود على البلاطة 2 من 10 طن على المتر المربع. بدل ما ارسم كمرات وهمية هنا واحط عليها احمال الحوائط، وبعدين مستقبليا ممكن كمان الفلات سلاب ديت حد يغير في اماكن الحوائط فيطلع التصميم بتاعي انسيف، فاحنا هنسيح الاحمال بتاعة الحوائط على السقف، نجيب اكويفلنت يونيفورم لود بيساوي 0.2 طن على المتر المربع. دي هنحطها على البلاطة مش هنحطها على الكمرات، لكن الاربع كمرات بتوع السلم دول هنحط عليهم حمل 0.6 اللي هو تي وول في اتش وول في جاما بريك بتاعه الحيطه زي ما حطيناها في السوليد سليب. اول حاجه هندخل على برنامج الساب، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعدل الوحدات الى طن متر، نعمل نيو موديل. قبل ما نعمل نيو موديل نصغر شاشه ساب شوية، نجيب من هنا كده من التاسك بار شو تايل ويندوز فيرتيكالي، بحيث يجيب لي شاشة الرسمة ديت مع رسمة الساب، ونعمل هنا بقى فايل نيو موديل جريد اونلي. نجيب الجريد بتاعتنا نخليها صفر صفر صفر، وبعدين نعمل ايديت جريد. انا عملت كده علشان بس اعرف انقل الاحداثيات او الابعاد من الشاشه اللي فيها الرسمه دي. هنشتغل بالنظام السبيسنج ونخلي البابل سايز وليكن 0.6 او 0.8. الجريدز في اتجاه اكس فوق هنكتبها هنا، اول مسافه انا عندي هنا الصفر بتاعي اسفل اليسار هنا، بحيث المنشأ كله يبقى يمين وفوقه. اول مسافة عندي متر وربع، وبعد كده 4 متر، وبعدين متر وربع واتنين وربع واتنين ونص، وبعدين متر وربع، وبعدين 4، وبعدين نحط صفر في النهاية. في اتجاه واي المسافات عندي 1 متر وربع، وبعدين 4، وبعدين 5 متر، وبعدين 4 متر، وبعدين في الاخر نحط له صفر، ونسمي المحاور ديت وليكن هنا A B C D E F G H، وهنا في اتجاه Y بتاعت Y مثلا 1 2 3 4 5، وفي الزد مش عايزين اي جريدز، ونعمل اوكي، نقفل شاشة من الشاشات ديت، ونجيب الاكس واي بلان. اول حاجة هنعرف القطاعات بتاعت الكاميرات اللي عندي. في عندي 4 كاميرات حوالين السلم سيمبل بيمز، في كاميرات 12 في 60 اللي هي الصغيرة ديت، ديت مش هتشيل احمال من السلم، دي هتشيل احمال الحيطة بس وهتربط بين الاعمدة. في عندي كاميرات 25 في 70 اللي هي الكاميرات اللي هتشيل قلبتين السلم. يبقى انا هعرف من قائمة define frame section نلغي القطاعات القديمة ديت، نعمل هنا define لadd rectangular new property، ونعمل هنا قطاع اسمه بيم مثلا 70، المادة كونكريت والدبس
بوينت 7 والويدث بوينت 2.5. اوكي، ونعمل كوبي منه نسميه بيم 60 كونكريت برضو، والدبس بوينت 6 والويدث بوينت 12. اوكي، ونلغي الوايت فلانج ده، ديليت كده. عندي قطعين، نرسم الاول بيهم درو فريم، هم كلهم سمبل بيمز، فاخترت بند من هنا. نرسم القطاع اللي هو 60 سنتي الاول من هنا لهنا، وده من هنا لهنا برضو. وبعد كده نجيب القطاع اللي هو 70 نرسم بيه، وهكذا. كده نكون خلصنا رسم الكاميرات. نعرف قطاعات البلاطة. البلاطة اللي عندي 20 سنتي يبقى من define area section. ممكن نعدل القطاع area section 1 ده modify نسميها slab 20. الدبس بتاعها او السكنس بتاعها 0.2 في الممبرين وبرضو في البندنج. اوكي، عملنا البلاطة، عرفناها، نبدأ نرسمها draw quick area. بلاطة عندي 20 سنتي، نرسم البلاطات المستطيلة والمربعة بالكويك اريا ده. نظهر الاول الجريد بس علشان ما نتلخبطش وننسى حاجة. من هنا علامة الصح دي، نقول له هنا fill objects، ونبدأ نرسم البلاطات اللي عندي. الاجزاء الدائرية هنسيبها، هنرسمها في الاخر. بالنسبة للبلاطات الدائرية هتترسم بأمر اسمه اكسترود. اكسترود ده أمر بيرسم من الخط بلاطة أو من النقطة خط. يعني مثلا هنتخيل لو احنا جبنا خط كده، والخط ده دهناه أي مادة، ورحنا جايين رابطينه عند النقطة دي. وبدأنا نلفف الخط ده، لففنا الخط ده حوالين الجوينت ديت. فأول حاجة هيجيبها لي الخط ده، وبعدين الخط التاني والخط التالت وهكذا. وطول ما هو ماشي هو مدهون بمادة عمالة ترسم على البلاط مسار ليها. في النهاية هلاقي شكل زي ما يكون بلاطة دائرية ترسم لي. هو البرنامج بيشتغل بنفس الفكرة دي. أنا في الآخر هاجي ألاقي شكل بلاطات كده عبارة عن أشكال مثلثات وكلها بنفس اللون دوت، واتعملت بلاطات على هيئة مثلثات. هنختار الأول خط. طب أنا ما رسمتش خط، نرسم خط ونبقى نمسحه في الآخر. يبقى أنا هرسم خط من هنا لهنا بأي قطاع، مش هتفرق معايا، كده كده هعمله ديليت في الآخر. طيب السنتر اللي أنا هلف حواليه بتاعت النقطة ديت، أنا عايز أرسم الربع دايرة دي. السنتر هنا أنا حاسبه مقاسم من الصفر وصفر هنا، وحتى لو أنا ما مش عايز أحسبه ممكن أقف على النقطة، هيظهر لي تحت الإحداثيات، ظهر لي تحت هنا إحداثيات النقطة دي 5 وربع و10 وربع اللي هي ديت، ده أنا حاسبها هنا دي. المهم إن أنا هختار الخط ده وأقول له edit extrude. أمر اسمه extrude بيجي من قائمة edit extrude lines to area. من الخط عايزين نرسم مجموعة بلاطات، عايز ألف راديال، عايز أرسم جزء دائري، أبوت محور العمودي على المستوى اللي هو زد، كأن الأكس بتاعي العمودي على المستوى إكس واي، أنا هشتغل أبوت زد، ألف أبوت المحور زد. الروتيت أبوت بوينت، دي السنتر اللي أنت هتلف حواليه اللي هو قلنا الإحداثي ده 5 وربع و10 وربع. أنا عايز ألف دايرة زاوية كلية قيمتها 90 درجة، فهو بيديني الانكريمنت ديت، عايز تلف الانجل الواحده بكام، الانكريمنت الواحده بكام، وعددهم قد ايه. المفروض ان دي في دي تطلع 90 درجه زي ما انا عايز، اللي هي ايه ربع الدايره دي. لو انا عايز ارسم نص دايره هيبقى المفروض المضروب الاثنين يبقى 180. لو عايز ارسم بليت كامل ممكن ارسم بليت كامل بخط واحد، اديله الدايره كلها 360 درجه، اديله اي عدد في اي زاويه، المهم مضروبهم يطلع 360 يكمل الدايره الكامله. انا عايز ارسم وليكن
الدايرة ديت عايز اقسم البلاط اللي هعملها ديت 9 قطع والانجل 10، يبقى هسيب زي نفس الاختيار ما هو موجود، ونقول له هنا ديليت سورس اوبجكت. ديليت سورس اوبجكت يعني الغي الخط اللي احنا رسمناه، اللي هو خط العمل اللي احنا عملناه في البداية ده. في حاجة هنا اسمها توتال رايز ما بنشتغلش بيها الا لو انا عايز اعمل سلم هيليكال، يعني حاجة حلزون، طول ما انا طالع طول ما انا عمال الف عمال اطلع برضو شوية، يعني زي اللي بيطلع على سلم حلزوني كده عمال يلف في البلان ويطلع شو استيب لفوق. فبقول له التوتال رايز اللي هو ارتفاع السلم كله او ارتفاع الدور كله من بداية الخط اللي انا فيه دلوقتي الى النهاية اللي هو هيقف عندها، يعني عند زاوية 90 المفروض يبقى طلع مثلا ارتفاع 3 متر. طالما ان انا هرسم بليت في البلان مش هيفرق معايا الزاويه ديت في حاجه، لازم تبقى الزاويه عند لازم تبقى الرايز بتاعي صفر علشان ما يطلعش من البلان. اوكي، الاقي رسم لي 9 قطع كل قطعه زاويتها 10 درجات، يعني راح مقفل لي 90 درجه ديت. طب حطهم بانهي سيكشن؟ بس ما انا ما عنديش غير سيكشن واحد هو هيديهم له، حتى لو انا عايز اتاكد منه اعمل كليك يمين اعمل اجيب الاساين يقول لي السكشن نيم اس 20 اللي احنا معرفينه، مفيش مشكله. لو انا كان عندي كذا قطاع هو هيتعمل باي قطاع منهم وبعدين ابقى اختاره واعمل له اساين اريا سكشن واخصص له القطاع اللي انا عايزه، لكن هو هنا مفيش غير قطاع واحد فهو خصصه له على طول. برضو زي ما عملنا دي نيجي هنا ونعمل خط اهو باي قطاع، نختار الخط ده ونعمل edit extrude line to area radial about محور زد، برضو السنتر اوف روتيشن هنا 1.25 و1.25 و1.25 والانجل عندي المفروض تبقى كلها 90 درجة اللي هي 10 في 9 العدد في الزاوية. بدل ما اعمل هنا العدد 9 القطعة دي صغيرة ممكن نعمل العدد 3 كفاية لان هي دي حتة صغيرة متر وربع، ونخلي الانجل بقى 30، المهم ان 30 في 3 يطلعوا 90 درجة لان الحتة ديت ربع دايرة هي كمان، الحتة دي قوس ربع دايرة، ونقول له ديليت سورس اوبجكت. هنا لو انا عملت اوكي هلاقيه رسم لي الجزء ده يمين، هلاقيه رسم لي الجزء ده كده، الاقي رسم البلاطات بتاعتي بالشكل ده. لان هو بيلف مع عكس عقارب الساعة موجب، فانا عايز امشي مع عقارب الساعة، انا عايز امشي كده، يبقى لازم ادخل له الزاوية بالسالب عشان يمشي مع عقارب الساعة. يبقى ندخل الانجل، مفيش نمبر بالسالب، ندخل الانجل هي بالسالب، يبقى ديت الانجل بناقص 30. اوكي، هلاحظ ان هو رسمها لي بس اللوكال اكسس بتاعتها مقلوبه، يعني لونها غير اللون اللي جنبها، ودي فائده اظهار الفيل اوبجكتس انه بيعرفني ان البلاطه ديت اترسمت بلوكال اكسس مقلوب، فنختارها ونقلب لها اللوكال اكسس 3 بحيث تبقى ايه، ما هي كل بلاطه ليها لونين، الوش اللي فوق احمر والوش اللي تحت بنفسجي، فانا عايز كل الوش اللي فوق يبقى احمر مع بعضه، نختار ديت ونعمل اساين اريا ريفرس لوكال 3 يعني اقلب لي المحاور، واوكي فنلاحظ ان هو ظبط لنا المحاور كلها احمر وابيض، الاحمر عندي مش باين طبعا لان لون البلاطات كلها احمر، والازرق اللي هو لو انا جبته في 3 دايمنشن هتلاقي كل المحاور الزرقاء راسيه لفوق بتاعت البلاطات اللي انا رسمتها. برضو زي ما رسمت دي هنرسم الحته الصغيره ديت، هنعمل لها خط كده من هنا لهنا، ونختار الخط ده ونعمل edit extrude line to area radial about محور زد، البوينت بتاعتك اللي هتلف حواليها اللي هو الاحداثي ده 11.25 و1.25 11.25 و1.25، والانجل هتبقى 30 علشان ديت هتمشي اصلا مع عكس عقارب الساعة، دي كده هتمشي مع عكس عقارب الساعة، يبقى نسيبها زي ما هي موجبة، والنمبر 3 وديليت سورس اوبجكت يعني امسح الخط اللي انا رسمته ده كده تمام مظبوطة. باقي اخر حاجة اللي هي الحتة دي الكيرف، في حتة كيرف هنا صغيرة كده اهي، المفروض انها تترسم بش، ما هو الساب ما بيرسمش منحنيات، هو بيرسم بلاطات مثلثة، اخر يرسم بلاطات مثلثة والمثلثات ديت في الاخر تعمل شكل سموث كده على شكل ايه كيرف. فانا عايز في الحته ديت ارسم
جزء بالشكل ده كده، في الحته دي ده المفروض ان انا عايز ارسمه، وارسم شويه بلاطات منه اوصلهم بايديا كده كده وهكذا، نبقى نرسمهم بامر بولي اريا. ده المفروض اللي انا عايز اعمله. طيب علشان نعمل ده لازم الاول نجيب نقط في الحتة دي، لازم الاول يبقى في عندي هنا نقطة، لازم الاول يبقى في عندي هنا نقطة اعرف القطها، ونقطة هنا ونقطة هنا وهكذا. لو انا حصلت على النقط ديت ممكن اعرف اوصل واعمل اريات صغيرة. طب علشان اعمل دي نعمل ايه؟ نختار النقطة دي ونعمل edit extrude point to frame. انا عايز اعمل من النقطة خط، كأن انا عندي بلية ودهنتها بأي لون ورحت جاي رميها في الارض في مسار دائري وهمشي وراها لقيها عملت خط مكانها بالدهان اللي انا دهنهولها ده او باللون اللي انا دهنهولها ده. هي دي برضو نفس الفكرة اللي هتعمل ايه من النقطة يعمل خط. اكسترود بوينت تو فريم، عايز راديال او انا عايز اعمل ارك من النقطة اللي هي النقطة اللي هي المدهونة دي، انا عايز الف كده واعمل خط اعمل كيرف. طيب اباوت محور زد، البوينت اللي هيلف حواليها اللي هو السنتر ده اهو احنا حاسبينه اهو 6.75 و الواي 12 وربع. طيب الانجل انا المفروض ان المداف ده يطلع 90 حسب ما انا حاسبها هنا وكتبها من الاوتوكاد، انا من الاوتوكاد عاملها 90 لان هنا الطول ده 2 والسنتر ده على بعد 2 فافق 2 وراس 2 يبقى الزاويه دي 45 ودي 45 يبقى ديت ايه؟ ناقص ال 180 يطلع فاضل 90 درجه اللي هي الزاويه دي محسوب. المفروض ان الانجل في النمبر تطلع 90 درجه اللي هي زاويه الارك ده ربع دايره هو كمان. طيب اختار النمبر قد ايه؟ نختار النمبر حسب عدد التقسيمات اللي هتبقى في الحته دي. الارتفاع ده كله عندي 4 متر اللي هو الارتفاع ده الحته دي كده 4 متر، فانا وليكن هقسمها كل نص متر، كل نص متر يبقى ال 4 متر 8 قطع، يبقى انا هختار دول 8 قطع. يبقى الانجل تبقى قد ايه؟ انا عايزها كلها تبقى 90 درجه، يبقى الانجل الواحده هتبقى 90 على 8 قطع. نسيب البرنامج يحسبها هيطلع لي 11 وربع. يبقى انا ممكن احسب على البرنامج عادي بس ده ما يفضلش، يعني يفضل ان احسب بره لانه ساعات ممكن يهنج مني. الانجل 11 وربع في 8 يطلع لي ايه؟ الداف ده يطلع 90 درجه ونعمل اوكي ونلاقيه عمل لي المسار بتاع اللي انا همشي عليه. في نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا اللي هو دول الثمان قطع بتوعي. ابدا اختار درو كويك اريا وابدا اقسم. طب ما فيش نقط الناحيه دي اصلا، خلاص هستنى لغايه لما اقسم عشان اعرف اوصل. طب نختار البلاطات بتاعتنا المستطيله والمربعه ونقسمها بالامر السهل بتاعنا اللي هو بيقسم بالمسافات، edit divide area بالمسافات نص متر في نص متر ونعمل اوكي. قسمناها كده ونختار دي كمان بالمره ونقسمها، دي كده متقسمه في الاتجاه الدائري ده، انا عايز اقسمها في اتجاه الريديوس لبره، فانا هختار دي ونقول له edit. دي لازم تتقسم كام قطعه؟ قطعه 2 3 4 5 6 7 8 8 قطع، يبقى edit divide area بالنمبر بقى بالعدد. القطعه هتبقى ادناها زي ما هي في الاتجاه الريديال وفي الاتجاه العمودي اللي جوه هتتقسم 8 قطع. اوكي هنلاحظ ان هي بقت كونتينوس مع اللي جنبها وتمام كده. بالنسبه للجزء ده ديت محتاجه تتقسم 3 في 3 وبرده ديت كمان بالمره نختارها معاها، دي تتقسم 3 في 3 1 في 3 لان هي اصلا 3 هي 3 لوحدها، فاحنا عايزين نقسمها ايه؟ 1 في 3. يبقى ده كله هيتقسم 1 في 3 نعمل اوكي. هنلاحظ ان هي بقت كونتينوس مع اللي جنبها كده تمام. دي شريحه اهي وديت شريحه اهي، لازم نحقق الكونتينيوتي ديت والا يبقى انا شغلي غلط. تمام كده. بقى عندي بقى ان انا اوصل الحتت اللي انا ايه سبتها هنا دي
بدرو بولي اريا والسلاب بتاعتي 20. لازم واحنا بنرسم نرسم عكس عقارب الساعه، يعني ابدا من هنا كده 2 3 4. لو انا رسمت مع عقارب الساعه مثلا زي دي كده، من هنا لهنا لهنا لهنا، يرسم لي بلاطه مقلوبه اضطر اختارها واعمل لها الساين اريا ريفرس لوكال 3 واقلبها. فانا هعمل اندو وارسم مع عكس عقارب الساعه افضل من البدايه. من هنا كده وصل بين الاربع نقط دول. طبعا النقط اللي انا عاملها على اليمين ديت بتتلقط معايا بالاو سناب، كده نكون خلصنا رسم البلاطة. نبدأ نختار أماكن السبورتس ونعملها هنجد. هنا في سبورت وهنا، وبالنسبة للشير وول ديت نختار نقطة على تقريبا في منتصفها، وبعدين نبقى نعمل لها بعد كده بودي كونسترين. وهنا برضو في سبورت، وهنا عند الأكس ده لو أنا مش شايف الأكسات ممكن نعمل شرينك من هنا بحيث يكش العناصر شوية أشوف المحاور. في عندي هنا عمود وهنا عمود، وعند السلم هنا الأربع أعمدة دول، وفي هنا عمود وهنا، وفي هنا عمود. دول كده 13 بوينت ب13 عمود. نعمل الساين جوينت ريسترين هنجد اوكي، وبالمرة نعمل بريفيوس، يعني هيختار لي نفس الارقام اللي انا كنت مختارها دلوقتي دي او النقطه اللي انا مختارها دلوقتي دي، ونعملها في جروب عشان لو عزناها بعد كده. هو assign joint assign to group assign assign to group، واعمل add new group ونسميها supports supports اوكي اوكي بحيث لما اجي اختارها بعد كده اجيبها من select select group supports يختارها لي بسرعه بدل ما اقعد الف عليها نقطه نقطه. بعد ما رسمت السبورتس المفروض ان انا عايز اعمل بقى كونسترين للحوائط. لو انا عندي حيطه طويله او عمود كبير نعمل كونسترين. انا عملت هنا سبورت بس الحيطه هي بادئه من اول هنا لحد اخر الاكس ده، فنختار النقط بما فيهم السبورت ونعمل اساين جوينت كونسترين، ونعمل بادي كونسترين اد نيو كونسترين، ونسيبه بادي 1 مثلا وليكن، ونشيل الروتيشن ونخليها كلها ترانسليشنز بس اوكي. كده عمل لي الكونسترين بتاع الحيطه دي. واي عمود يفضل في الفريس لاب انه ما يتعملش نقطه واحده، لان هنا ممكن المومنت يطلع زياده او الديفليكشن يطلع زياده قوي، وده غير طبيعي لان عندي بره العمود قطاع 30 في 60 مثلا او 30 في 80، لكن كده السبب انا هديهوله نقطه واحده. فيفضل في السوليد سلاب مفيش مشكله لان في كاميرات هتشيل الشير ده، لكن في الفلات سلاب ما يفضلش ان اعمل العمود نقطه واحده، اعمله نقطه واعمل له بودي بنقطه جنبه. يعني مثلا العمود ده مع النقطه دي مع النقطه دي اخترناهم كده وعملنا اساين جوينت كونسترين، بس لازم كل مره اعمل اد نيو، ما ينفعش اخصص لها البودي 1 واعمل اوكي وخلاص كده هيربط ده بده، يربط العمود بالحيطه. لا، كل مره نعمل اد نيو ونشيل الروتيشن اوكي اوكي، وهكذا بقيه الاعمده. العمود ده يعمل له كمان نقطه في اتجاه ضرب العمود نفسه، شوف العمود اتجاهه فين، يبقى العمود ده اهو لجوه كده، يبقى نختار نقطه جوه كمان. assign joint constraint add new constraint ونشيل ديت اوكي اوكي، وهكذا. العمود ده برده من هنا لهنا اللي هو ده، ونعمل assign joint constraint add new constraint ونشيل دول اوكي، وهكذا بقيه الاعمده. ده برضو assign constraint body ونشيل دول اوكي ديت مع دي، add new constraint وديت كده ديت معاها اهي، assign joint constraint add new constraint ده كده مع ده النقطة دي، assign joint constraint add
جوينت وسترين. وهكذا السبورتس اللي عندها فريمات او كاميرات مش شرط ان انا اعملها كذا نقطه، هي كفايه نقطه واحده. بعد كده عايزين نعرف حالات الاحمال من قائمه ديفاين لود كيسز. في عندي كيس اسمها ديد وفي عندي كيس اسمها لايف. اللايف نضيفها بسكيل صفر، نختار من هنا طيب صفر يحط لي السكيل بصفر لوحده. اد نيو لود، اوكي كده عندي حالتين. نحط الاحمال بتاعتنا بقى على البلاطه، نختار البلاطات كلها ونعمل اساين اريا لود يونيفورم شيل. في عندي ديد لود وفي لايف لود. الديد لود عندي قيمته عباره عن الكفرنج زائد احمال الحوائط اللي انا مسيحها على البلان. الكفرنج بوينت 15، وكمان انا فرضت ان الايكويفالنت لود على البلاطه 2.10 طن على المتر المربع، ده جاي من الحوائط، يبقى 2.10 و15% 35% طن على المتر المربع، ده في الديد لود بس. واللايف لود 4.10، فنختار من هنا البلاطات كلها برضو ونعمل اساين اريا لود يونيفورم شيل. في حاله اللايف لود نعمل قيمه الحمل بوينت 4 في اتجاه الجرافيتي لتحت، اوكي. حطينا الاحمال على البلاطات، باقي عندي بس هنا احمال جايه على الكاميرات. نختار الاربع كاميرات دول، الاربع كاميرات دول اخترتهم وعملت اساين فريم لود ديستريبيوتد. هنحط عليهم احمال الحوائط اللي هي بوينت 6 زي ما عملناها في السوليد سلاب، اوكي. باقي كمان الكاميرا اللي في منسوب نص الدور دي والكاميرا اللي في منسوب الدور. طب والكاميرا اللي في منسوب نص الدور دي طالما انها في نص الدور انا رسمتها ليه في البلان بتاعي مع ان البلان بتاعي هو منسوب الدور؟ انا رسمت ديت لان هي سيمبل بيم، هي مش هتفرق ان هي فوق شويه او تحت منسوب الدور بمقدار نص الدور اللي هو متر ونص مثلا، لان ارتفاع الدور 3 متر. فهي كمنها سيمبل بيم انا رسمتها هنا، لكن لو هي كانت كونتينوس بيم ما كانش ينفع ارسمها هنا، كنت احلها مانيوال بره او احلها على الساب لوحدها في ملف تاني. يبقى لو انا عندي كاميرا نص الدور عندي في البلان هنا سيمبل بيم، مفيش مشكله ان احطها معايا واحط عليها احمالها ويحلها واصممها. هي هتظهر في البلان عندي انها في الدور، لكن هي اساسا هتتنفذ في منسوب نص الدور. ديت كاميرا في منسوب الدور، فمفيش مشكله انها تظهر عندي واحط عليها الاحمال. يبقى الكاميرا دي والكاميرا دي كمان عليهم احمال جايه من احمال اضافيه جايه من الشريحه بتاعت السلم اللي احنا عملناها المره اللي فاتت، وقلنا انها بتبقى في حدود من 2 ل 4، يعني تقريبا ديت هتبقى 3.25 طن على المتر. اهو اساين فريم لود ديستريبيوتد، ونعمل اد علشان يضيفها كمان على الاحمال القديمه اللي على الكاميرات دي على الحيطه. نعمل اد ونضيف القيمه 3.25 اللي هي الرياكشن اللي جايه من السلم، اوكي. باقي ان احنا نمسح كمان الكاميرا ديت اللي احنا كنا رسمينها خط عمل بس لما عملنا من البوينت اكسترود تو لاين، فهو راح جاي مولد لك الاشكال ديت عشان تستعين بيها في رسم البلاطات تلقط منها النقط. انا دلوقتي لما ما عدتش عايزها نمسحها. خلصنا كده، نبدا نحرر التورشن بتاع الكاميرات بان اختارها ونعمل الساين فريم اساين فريم بروبرتي موديفاير، ونجي على التورشن كونستانت ونخليه قيمه صغيره جدا علشان يهمل التورشن على الكاميرات. نحفظ الملف بتاعنا ونبدا نحل، وليكن انا هحفظه باسم فلات سلاب مثلا، فلات سلاب، اوكي. ونبدا نحل ونلغي المودل، نعمل run now. ابدا analysis complete. كبر الشاشه شويه علشان نشوف النتائج. ده شكل الديفورمد شيب اللي طلع لي نتيجة الديد لود. الديفورمد شيب بتاع الديد لود مكتوب لي فوق اهو. لو عايز الديفورمد شيب بتاع اللايف لود برضو نختار من شو ديفورمد شيب ونجيب نتيجة اللايف لود، نمشي فوق النقط يجيب لي كل نقطة الديفليكشن بتاعها قد ايه اللي هو اليو 3.
عايز اظهر البيندنج مومنت اللي على الكاميرات اللي عندي من قائمة ديسبلاي شو فورسز وستريسز او من الايقونة المختصرة ديت. نيجي على الفريمز نقول له ظهر لي المومنت 3 3 نتيجة الديد. دي البيندنج مومنت اللي على الكاميرات. طب انا عايز اطلع النتائج بتاعتي التيمت، يبقى لازم اعمل كومباينيشن التيمت من ديفاين كومباينيشنز ونطلع كومباينيشن التيمت بتساوي 1.5 الديد لود زائد 1.5 اللايف لود. اد نيو كومبو، نسمي الكومبو ديت مثلا التيمت ونحط الديد لود بسكيل 1.5 اد واللايف لود بسكيل 1.5 اد. نعمل اوكي اوكي. نظهر بقى النتائج تاني بس بدل ما هي ديد التيمت نطلع المومنت كده اللي على الاربع كاميرات دول. العزم هنا اهو قيمته 19 طن متر التيمت في الكاميرا دي، والكاميرات التانية ممكن برضو نطلع المومنت عليها مفيش مشكلة. ونبدأ نصممها ونطلع برضو عليها. لو عايز اطلع الشير 2 2 الشير اهو، ممكن نبقى نقلب السكيل بتاعه او نسيبه مش هيفرق فيه الاشارة الشير عادي. نطلع الرياكشنز بتاعت الاعمدة التيمت برضو. الرياكشنز بتاعتي اهيت. لو عايز اكبر الفونت شوية من اوبشنز بريفرنس دايمنشن تولرانس، والمينيمم فونت سايز نخليه 5 والماكسيمم نخليه 12. اوكي كده كبر لي الفونت شويه بحيث لو انا عايز اطبع المنظر ده كده بالرياكشنز بتاعت الاعمده يظهر عندي القيم على الورقه. عايز اطلع بعد كده المومنت على البلاطه، نجيب الاكس واي بلان ونظهر من هنا الشيلز بدل الفريمز. الشيلز في مومنت ام 1 1 وام 2 2 زي اللي في السوليد سلاب. ام 1 1 هو العزوم في اتجاه اكس او في اللوكال اكسس 1، ام 2 2 هي العزوم في اتجاه واي اللي هي في لوكال اكسس 2. المومنت توقف ام 1 1 نتيجه الالتيميت لود. اوكي دي شكل العزوم. لو شلنا الشرينك كده هتلاقي فيه كونتور لاينز، كل نقطه هتقف عليها هيطلع لك العزم في اتجاه اكس. عند الاعمده العزم سالب، في نص البحر العزم موجب، وهكذا. برضه العزم في الاتجاه التاني ام 2 2 اهو ظاهر برضه موجب وسالب. ده تسليح الشريحه اللي هو هيبقى في اتجاه واي. عايز اصمم البلاطه ديت، المفروض ان انا هفرض شبكه تسليح اساسيه، وليكن هفرض شبكه سفليه 6 × 10 في المتر وشبكه علويه 6 × 12 في المتر. ال 6 × 10 في المتر هتقدر تشيل عزم قد ايه؟ هنحسب لها المومنت اوف ريزيستنس بتاعها، وال 6 × 12 نحسب لها المومنت اوف ريزيستنس بتاعها. وليكن مثلا انا بالنسبه لي في البلاطه دي هنحسب بالنسبه لي هنا المومنت اوف ريزيستنس البوزيتيف كان يساوي فرضت انا 6 × 10، يبقى 6 في مساحه السيخ الواحد الفاي 10.785 في الاف يد 3600 في الدي التخانه بتاعتي 17 20 سنتي. لو شلنا كفر 2 سنتي ونص لحد السيخ، يبقى انا هحط التخانه الدبس بتاعي الصافي 17.5، التخانه الكليه 20. في الجي وليكن هنفرضها 0.8، هنطلع المومنت البوزيتيف ده 2.4 طن متر. ده المومنت الموجب. في برضه مومنت سالب، المومنت السالب ده انا فرضت له حديد. دايما العزم السالب في الفاس لاب اكبر من العزم الموجب. العزم السالب ده فرضنا له حديد 6 × 12، يعني 6 سياخ، مساحة السيخ الواحد الفاي 12 1.13 يطلع الحديد. العزم بتاعي اللي يقدر يشيله الحديد 6 × 12 ده تقريبا 3.5 طن متر. عايز اشوف الحديد الاضافي السفلي هيبقى موجود فين وقيمته قد ايه. طيب نيجي على البرنامج هنا، انا عندي الحديد السفلي 2.4، العزم السفلي 2.4 طن متر اللي هو اللي يقدر يشيله التسليح اللي هو 6 × 10 في المتر. نيجي هنا على البرنامج ونظهر المومنت ام 1 1 اللي هو في التسليح في اتجاه اكس. نقول له المينيمم رينج بتاعي 2.4، انا الحديد بتاعي يقدر يشيل لحد 2.4 سفلي موجب.
طيب اخره لحد فين؟ دايما الماكسيمم دي بنحطها مره ونص اللي هي تقدر تشيله الشبكه الواحده، يعني ده اللي يقدر يشيل الشبكه الواحده 2 و4. طيب لو حطينا شبكه ونص، يعني لو حطينا شبكه 6 في 10 وجينا في مناطق معينه كده حطينا نص شبكه كمان معاها سفليه اضافيه، يبقى الاثنين مع بعض شبكه ونص هيشيلوا مره ونص ال 2 و4. مره ونص في 2 و4 يعني ده يطلع 3 و6، يبقى من 2 و4 ل 3 و6 ده كده الرينج بتاعي. نعمل اوكي ونشوف النتائج هنا، هلاقيه غير لي الالوان بتاعتي وعمل الرينج كمان السفلي اهو، قال لي انا هبدأ من 2 و4 لحد 3 و6. كل الالوان اللي عندك تقريبا في البلاطه اقل من 2 و4، يعني معنى كده ان دي سيف، ان التسليح بتاعك مكفيها وفايض. طيب اللي من 2 و4 لحد 3 و6 الالوان دي، هي الالوان اللي ظاهره عندك الغريبه دي، هي الالوان دي، دي كلها الوان الشبكه مش مكفياها والشبكه ونص مكفياها وفايضه. يبقى الحته دي، الحته الملونه دي كلها محتاجه نص شبكه اضافيه، يعني محتاجه 3 في 10 في المتر اضافي سفلي في اتجاه اكس. طيب هو انا عندي الوان اكتر من 3 و6، لو جينا وقفنا كده في الوان اكتر من 3 و6، في 4 طن متر اهي. ال 4 طن متر دي هتحتاج شبكتين، يبقى اذا المنطقه دي محتاجه شبكتين لان الشبكه ونص مش مكفياها، والمناطق التانية دي كلها اللي هي في الرنج اللي في النص ده، كل المناطق اللي ألوانها ديت في الرنج اللي في النص محتاجة نص شبكة إضافي، يعني الحتة دي محتاجة نص شبكة إضافي في اتجاه إكس. يعني هروح جاي رسمها في الأوتوكاد كده، المنطقة دي عايزة تسليح سفلي، من هنا لهنا كده، والمنطقة دي عايزة تسليح سفلي في اتجاه اكس اهو. والمنطقة دي عايزة تسليح سفلي، ديت عايزة تسليح شبكة كاملة إضافية، وديت الحاجات الصغيرة ديت عايزة تسليح نص شبكة، يعني ديت عايزة 3 في 10 في المتر، دي 3 في 10 في المتر، دي 3 في 10 في المتر، ودي 3 في 10 ودي 6 في 10، ده في اتجاه اكس. طب لو عايزين نشوف اضافه في اتجاه واي الموجب اللي هو السفلي، برضو نطلع ام 2.2 بنفس الرينج كده، يطلع لي في اتجاه واي مش محتاجين غير حته صغيره هنا في اتجاه واي، اهي في الرينج اللي في النص، يعني نص شبكه، يعني اروح جاي رسمها بالشكل ده كده، ده كده تسليح سفلي اهو في اتجاه واي في المنطقه دي نص شبكه، والحته ديت صغيره ممكن نهملها. في بقى التسليح العلوي، انا فرضت له حديد 6 في 12 فهيقدر يشيل 3.5 طن متر، فاحنا هنعمل الرينج بتاعنا من 3.5 الى مره 3.5 بس بالسالب، فهنعمل الماكسيمم هنا 3.5 ناقص 3.5 طالما انا هشتغل بالسالب، والمينيمم ناقص 3.5 في 1.5، يعني دول كده هيطلعوا 5.25، ناقص 5.25، يبقى من ناقص 5.25 الى ناقص 3.5، هي المفروض انها من 3.5 الى مره ونص 3.5، فيطلع من 3.5 ل 5.25، بس كمان انا كاتب بالسالب، فدايما السالب الكبير هتلاقيه هو المينيمم والسالب الصغير هتلاقيه هو الماكسيمم. نجيب الام 1.1 العلوي اهو بالسالب اهو، اوكي، نلاقي ان في تسليح اضافي علوي فوق العمود ده، هيترسم بالشكل ده كده. طب وده نص شبكه اضافيه ولا شبكه اضافيه؟ طالما الالوان دي معديه الرينج ال 5.25 بالزياده، يبقى ديت محتاجه شبكه اضافيه مش نص شبكه، لو الحاجات اللي في النص دي هي اللي ظاهره يبقى نص شبكه، لكن طالما ان في رقعه كبيره كده اكبر من الشبكه ونص يبقى دي محتاجه شبكتين، شبكه احنا حطيناها قبل كده اللي هي الشبكه الاساسيه، وشبكه هنحطها دلوقتي اللي هي الشبكه الاضافيه، نرسمها بالشكل ده كده، شبكه علويه تدخل ربع البحر للناحيه دي وربع البحر للناحيه دي، ده في اتجاه اكس، وهكذا ديت برضو شبكه علويه هنا فوق العمود ده، وهنا في الحته ديت برضو شبكه فوق العمود ده، وفي المنطقه ديت هنحط برضو حديد كده. المنطقه اللي فيها عمود والرقعه بتاعتي حته صغيره عند السبورت بالظبط ممكن نهملها طالما ان هي داخل محيط العمود، ديت محتاجه كده.
في اتجاه واي نظهر برضو ام اتنين اتنين. هنلاقي برضو دي محتاجة في اتجاه واي، نحط لها حديد بالشكل ده كده، نرسمه على الاوتوكاد. محتاجة شبكة كاملة لانها معدية الخمسة وربع، معدية مرة ونص الشبكة، وهكذا. ديت برضو محتاجة في الاتجاه التاني حديد كده، وديت محتاجة حديد كده بطول العمود. هناخده من هنا لهنا، ده هيمتد بطول الشير وول ديت. وفي عندي برضو حديد في ديت، في عمود هنا كده عليه حديد برضو سالب اهو. اغلب الاعمدة بيبقى فوقها تسليح اضافي، نص شبكة او شبكة حسب القيمة اللي السب بيطلعها لي. بكده نكون خلصنا البلاطة الفلات سلاب، وخلصنا التسليح بتاعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.